اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان اكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مطيع لجميع الاوامر، ونضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد، معاديا من يعاديها، مسالما من يسالمها، ما دمت حيا محافظا على شرفي وسلاحي، لا تركه قط حتى ذوق الموت، والله لا ما أقول شيئا.